استاذ عفيفي من القلوبيه اتفضل. من المنوفيه معلش. سامح بيه ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، اهلا وسهلا. ازيك يا باشا، منور الدنيا. وجودك الله يخليك. معاك عفيفي من المنوفيه يا باشا. احسن ناس. الله يكرمك. سيادتك احنا كان عندنا مشكله في الري في قريه اسمها ابو سنيطه مركز البغور المنوفيه. ابو سنيطه؟ ابو سنيطه مركز البغور المنوفيه. في ترعه اسمها ترعه بيورم. ديورم. الاخيذه من ترعه حبس البغوري. ايوه. دي اول فتحه على الترعه، يا ترعه عملاقه وبعدين اول فتحه منها الترعه اللي نازله على البلد عندنا. تمام. بعض الناس اقاموا قناطر عشوائيه وعاليه عن ارضيه الترعه حاجزه الميه قدامها. فمش عارفين نروي، وبعدين الناس كلها عملت دلوقتي مياه جوفيه، وانت عارف سيادتك المياه الجوفيه فيها ميه مالحه كتير، وما نبقاش جنب الميه بيننا وبينها 100 متر ومش عارفين نروي. يعني انت مشاكلك كلها في التعدي اللي عليها. في التعدي، وبعدين طالع لها قرارات ازاله، كل ما نروح للري ري البجور او ري المنوفيه يقول لك الشرطه هي اللي مش طب يعني هنعمل ايه للشرطه يعني؟ لا مش حكايه هنعمل ايه، هو في حاجه اسمها تنسيق امني، لان انت النهارده لو نزلت عشان تنزل التعدي ده طبعاً. لو في كام مهندس نزل ومعاهم كراكه هيتعدى عليهم الاهالي، وانت عارف كده كويس. واحنا ده دي ظاهره للاسف انتشرت، مع ان اللي بيقوم بجريمه البناء على الارض الزراعيه او التعدي على ترعه او مصارف لازم يطبق عليه اقصى عقوبه، وبعدين بيزود جرائمه ان هو يبتدي يتعدى على المهندس اللي جاي يطبق القانون، فلازم يكون في تنسيق مع الشرطه. سيادتك كان في ازاله عندنا في البلد يعني بينها وبين المنطقه دي حوالي ما يجيش 200 متر برضو على اراضي الزراعه تبع الري. 200 متر يعني احنا يعني بالمره كانوا يعملوا عن الترعه دي. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش بالمره. النهارده الحمله اللي نازله معاها عدد من المحاضر والمخالفات نازله تنفذهم، مش وهو ماشي قابلته مخالفه هيعدي يزيلها بالمره. انت راجل برضو واضح من كلامك. انا فاهم الوضع ده. ايوه ده واضح من كلامك ان انت راجل عارف وفاهم كويس. انا هتابع مع السيد وكيل وزاره الري والصرف يا باشا. والله احنا كلمنا رئيس وكيل وزاره الري وشكاوي الوزير الري. سيبني بقى اتابع معاه. انا انت كلمتنا النهارده في البرنامج فريق الاعداد، وانت بتكلمني دلوقتي استاذ عزيز واستاذ احمد، وانت بتكلمني لسه ما قفلناش، هم بيتابعوا مع المسؤولين، فادينا فرصه وهتلاقيهم بيكلموك ويتابعوا معاك. تمام. والله طب سيادتك احنا كنا كلمناكوا قبل كده من حوالي شهور يعني ومفيش جديد خالص يعني. طب كلمتني تاني ليه؟ ما احنا مفيش جديد. لا كلمتني تاني ليه؟ احنا ما عملناش حاجه. اتصلت تاني بينا ليه؟ انا العشم في وجه الله خير بس كده. يبقى احنا بنشتغل. انت شايف ان في ظروف جائحه كورونا، وشايف ان الداخليه عليها مسؤوليه كبيره جدا دلوقتي، وفي حملات ازاله التعديات على املاك الدوله، فاحنا مش ساكتين، واكيد في حد تابعك في الفتره دي يعني، في اكيد الاعداد كلمك او حد من المسؤولين، فادينا فرصه هنتابع معاهم التنسيق الامني الشرطي هيبقى امتى، ونحاول ان احنا نستعجلهم. يا ريت والله سامح بيه. تمام ماشي يا سعد. عينيا الاثنين. يعني انا حبيت اوضح جزئيه من خلال سؤالي للحاج عفيفي. اتصلت بيا تاني ليه؟ احنا يا جماعه مش تنفيذيين، احنا بنوصل الرساله للمسؤول وبنتابعه علشان تتحل، بس في مشاكل وفي عقبات، في مشاكل ما بتتحلش في يوم وليله. انت حضرتك لما تيجي تتكلم على تعدي وازاله تعدي، انت بتتكلم على اماكن في اغلبها فيها اسر هو مخالف، بس انت مسؤول ان انت وانت بتنفذ ازاله التعدي وبتنفذ القانون ان انت تحافظ على مواطنين وعلى ارواحه، فدي بتحتاج تنسيق شرطي.